معنا الأخ علي أحمد بوغازيين، مدير إدارة المواقف العامة في بلدية مدينة الشارقة. أخوي علي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا وبركاته. كيف الحال أخي الفاضل؟ خير، الله يحفظك يا أهلا ومرحبا. الله يعطيكم الصحة والعافية. يعافيك يا رب. الحين مواقف طريق المدينة الجامعية والطريق التجاري اللي هو المدينة الجامعية في منطقة مويلح تم الانتهاء منها تقريبا، صحيح؟ نعم، والجزء الكبير تم الانتهاء منه. انزين، الحين الجماعة سواء كانوا أصحاب محلات أو كانوا من الزوار يشتكون يقولون يا جماعة ما محصلين مواقف المواقف، وأنا صراحة شخصيا أشوف هذا الأمر دائما المواقف مكتظة، ويقولون اللي مسوين الاكتظاظ هذا هم أصحاب البنايات اللي هم ساكنين في البنايات، مع أن في أماكن خلفية خاصة فيهم. لو صارت هذه المواقف بمقابل برسوم مثل ما صار في شارع حلوان ممكن شوي الازدحام يخف. أنا بعد قمت واقترحت على أخ بوسعيد صاحب المقترح، قلت له على الأقل لو خلون أول 10 دقائق ربع ساعة مجانا مثلا، يعني بحيث أنه اللي نازل صيدلية، اللي نازل خياط، اللي نازل محل نظارات، اللي نازل كذا، يعني عنده 10 دقائق ربع ساعة بيخلص وبيروح، ما بدنا ساكن في البناية ولا جاي يزور ربيع في البناية وبيتم لمدة 2-3 ساعات. فكيف الحل في الموضوع هذا أخ علي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نشكر لكم يا أخي براشد حرصكم على طرح المواضيع اللي تخص إن شاء الله المواطنين المقيمين على هذه المدينة الباسمة. فيما يخص موضوع مويلح، منطقة مويلح، نبشركم طبعا في أمور كثيرة الإدارة تنظر لها بتوجيهات من سعادة المدير العام الأخ ثابت الطريفي، سواء كانت عن طريق يعني التقارير اللي نحن نسويها في الإدارة أو عن طريق حتى الملاحظات اللي توصلنا من الجمهور. طيب، فبالنسبة لموضوع مويلح نحن نبشركم إن شاء الله خلال شهر ونص إلى شهرين بتكون خاضعة للرسوم بإذن الله تعالى. من خلال شهر إلى شهرين، ها؟ بالكثير إن شاء الله تعالى إذا ما كان قبل هذا. طبعا شغالين عليها من فترة، والآن يعني الأمور والترتيبات الخاصة في الإدارة لإخضاع منطقة مويلح للرسوم. وساعاتك بتكون المسألة هذه على ضمن أو تحت نفس المواقف اللي تابعة لبلدية الشارقة، يعني ضمن نفس القانون، نفس القانون المواصفات. طبعا جميل، ممتاز. حبيت أنوه لشغلة أبو راشد، طبعا نحن ننظر لأصحاب المحلات وما نغفل طبعا الأخوة الساكنين القاطنين في المنطقة السكنية. فمن ضمن الأشياء اللي نحن إن شاء الله قاعدين نشتغل عليها الآن إخضاع المنطقة للرسوم، وكذلك يعني البحث عن أشياء بديلة للأخوة الساكنين. صحيح، الأمور صحيح. إن شاء الله اللي نحن يعني نقوم بدراستها اللي هي المواقف متعددة الطوابق إن شاء الله في هاي المنطقة. بتسوون هناك إن شاء الله بإذن الله. نعم، طبعا بالتعاون مع إدارات أخرى في المدينة. ممتاز. بالنسبة للموضوع اللي ذكرته أبو راشد، العشر دقائق هذه ما زالت مستمرة وبتظل مستمرة بإذن الله تعالى. حلو. اللي حلو. هي نعم الشخص اللي بيوقف عنده 10 دقائق يخلص شغله. عنده 10 دقائق سواء كان بيخلص شغله سواء كان بينزل شغله، بس طبعا نوه إلى أنه يوقف صحيح. معناته العشر. وبياخذ موقفين. ياخذ موقفين أو يوقف مثلا خلف السيارات. هذه بتكون سوء استخدام ما له علاقة بالعشر. أو يوقف مكان معاقين. إيه نعم، العشر دقائق إنك توقف في موقف صحيح خاضع للرسوم، هني بتكون معفى من في العشر دقائق الأولى. حلو جميل. هو هذا النظام معمول بأخ علي لكل مواقف الشارجة، صحيح؟ في كله. نعم، حلو بالكامل. ممتاز. جزاكم الله خير. عيا بنتري يوم ولا شهر شهرين بنتري إن شاء الله، وتقول لي يمكن قبل بعد إن شاء الله بإذن الله تعالى. جزاكم الله خير وما تقصرون، والله يوفقكم إن شاء الله. آمين. شكرا جزيل الشكر للأخ علي أحمد بوغازيين، مدير إدارة المواقف العامة بلدية مدينة الشارقة. مشكور.